أيها الإخوة، الإسلام يذكر إلى جنبه الإيمان. إذا ذكر الإسلام إلى جنب الإيمان فإن المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة التي يكون عليها المسلم ويعرفها الناس عنه، فإن الإسلام علانية والإيمان في القلب. وسيأتي لنا في الحصص المقبلة إن شاء الله الحديث عن أركان الإسلام، وإنما أريد هنا في كلمات قليلة أن أذكر لكم هذين الأمرين، وهو أن الإسلام أعمال ظاهرة يعيش عليها المسلم في حياته، أما الإيمان فمعتقدات باطنة تزكو بها النفس وتصلح، لأن الإيمان هو التصديق بعد الإقرار، يقر الإنسان بأركان الإيمان وبغيرها من المعتقدات، يقرها ويصدقها فتقوده إلى تلك الأعمال التي اشتمل عليها الإسلام. فالإيمان تزكو به النفس ويصلح به الباطن، ولهذا كان هذا الدين أعمال باطنة تزكو بها النفس وتصلح، وأعمال ظاهرة مبنية على ذلك الاعتقاد وعلى تلك الأعمال الباطنة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور، بعض أهل العلم قال إن المراد بالطهور طهارة الباطن، فطهارة الباطن بالعقائد الحقة التي ستذكر بعد، ثم تأتي الأعمال الظاهرة مبنية على زكاء الباطن. وإلى حصة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله.